انتوا عارفين ان رواندا شايفه طفره اليومين اللي فاتوا في استضافه بعض بعض البطولات القاريه، بطولات قاريه مش عالميه طبعا، هي على مستوى القاري. استضافت بطوله الباسكت وبقى اللي هي الانديه في الاول، وبعد كده استضافت بطوله الافرو باسكت كره السله، وبعد كده استضافت كره الطائره رجال اللي خدنا فيها ثالث، واستضافت دلوقتي او بيتلعب عليها دلوقتي في كيجالي العاصمه بيتلعب بطوله افريقيا للطائره سيدات. حصل موقف طريف جدا عايز احكي لكم عليه. منتخب رواندا للكره الطائره عايزين يعملوا اداء كويس في البطوله، ده حقهم شيء مشروع. المهم جنسوا اربع لاعبات برازيليات. انت عارفين البرازيل لعبت او الكره الطائره هناك زي الكوره، يمكن هي اللعبه الشعبيه الثانيه في البرازيل الكره الطائره. فطبعا جنسوا اربع لاعبات برازيليات اثناء البطوله، البطوله شغاله، ابتدت البطوله لعبوا ماتشين ثلاثه، فجاه الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي استبعد رواندا من البطوله لان الاربع لاعبات اكتشفوا ان لم يتم قيدهم بشكل صحيح. ده الكلام اللي اتقال على المواقع والميديا الاعلاميه، انه قالوا انه لم يتم تسجيلهم بشكل صحيح، ما كانش في، كان في مخالفه اداريه، فوقفوا او وقفوا فريق رواندا واستبعدوه من البطوله. البطوله بتتلعب على ملعب رواندا. هقول لكم حاجه طريفه حصلت، قال لك طب خلاص ما فيش لعب. والله زي ما بقول لكم كده، قال لك لا خلاص مش هنلعب، ما فيش بطوله، اقفل يا ابني الصاله، ما فيش بطوله هتتلعب، احنا بره يبقى ما فيش حد هيلعب. والله زي ما بحكي لكم. المهم قعدوا يومين طبعا في مباحثات، البطوله استؤنفت النهارده بعد يومين او ثلاثه من توقف، والكاميرون كانت اول الصاعدين للفاينل على ما اتذكر. بس حاجه طريفه، كاميرون وكينيا دلوقتي الفاينل، وده متوقع يعني في البنات او السيدات كينيا والكاميرون يعني زي ديربي كره الطائره سيدات، يمكن منتخب مصر زحمهم فتره من الفترات، بس دلوقتي الوضع اللي احنا فيه الدولتين دول. فطبعا حاجه طريفه اول مره كده تحصل. طبعا احنا في مصر اكيد يعني بلد كبيره وبتنظم احداث عالميه بقى مش قاريه. انا عايز ان اقول ان مصر يعني بالنجاح الكبير اللي حققته الفتره اللي فاتت في استضافه البطولات العالميه، اكيد حاجه يعني بس انا بوصل لكم يعني حاجه عظيمه ومقدره من كل الهيئات الرياضيه في العالم. انا ما بقولش الكلام ده عشان انا بحب مصر او بحب بلدي خالص، هي ده الحقيقه. انا ببص بعين مجرده والله، طبعا انا لو بصيت بعين مصري هشوف ان مصر احسن بلد في العالم، ولكن انا بديكم الموضوع بامانه ان مصر فعلا نجحت وابهرت العالم كله في استضافه البطولات العالميه، ما بالك بقى القاريه لو حصل ان احنا استضفناها اكيد هتبقى في حته تانيه.